لحد الآن احنا 5 أحزاب اللي استقبلهم سي عبد الملك سلمان. أما فيما يتعلق بالحقائق هذه كاين صلاحية الرئيس. الرئيس راه كلف سي الوزير الأول عبد الملك سلمان المشاورات، قدم له عرض حال. الآن جي مرحلة ثانية، أما ما عملناش أن فون دو كوميرس سجل تجاري، ما نتساوموش مع قال أعطيني هذه ولا أعطيني هذه. اللي قرر عدد يعني الوزارة لكل تركيبة هو رئيس الجمهورية، اللي يعين الوزير الأول هو رئيس الجمهورية. وحنا رئيس الجمهورية رئيس حزبنا الدرجة كيش يقولوا اللي يزوج مانا هو بوانا. حماس كذلك في المرتبة الثالثة 33 مقعد، هذا معروف معروف. احنا ننتظروا اليوم الجمعة كلموني أصحاب الزملاء الأصدقاء نتاع حماس باللي عندهم نهار الجمعة مجلس الشورى اللي يفصل المشاركة وغير المشاركة. أنا شخصيا ماذا بيا شاركوا بكل صراحة. حماس عملت معهم، عندهم طاقات عندهم أفكار ينطبقوا مع الأفكار تاعنا، مرحبا بهم. مثلوا 33 مقعد قوة، ولازم هذا التيار يكون موجود. ماذا بنا هذا التيار يكون موجود؟ هذا التيار ما يسمى التيار الإسلامي يعني نقول الديني المعتدل مش متطرفين. هذو هما الأسباب اللي نقول أنا ماذا بيا نكونوا 5. قرأ العنوان واش قال الصحفي، قال ليس عيبا أن ويحيى يطمع في رئاسة الجمهورية. أنا قلت ما قلتش عيب، بالعكس هو رئيس دولة، رجل دولة عفوا، رجل دولة نعرفه عملت معاه، ما كانش أي مشكل بالعكس. اش الصحفي قال لك كل حالة في وقتها، كل حالة في وقتها. الآن راه عندنا رئيس منتخب من أخلاقية المهنة السياسية، سياسة فن مش بريكولاج.